هذه تظاهرة حشدة هنا في مدينة تعز للتنديد بجرائم الكيان الصهيوني المستمرة بحق أهل قطاع غزة، والتي وصلت هذه الجرائم إلى أكثر من 30,000 شهيد وأكثر من 70,000 جريح جراء العدوان الإسرائيلي والدعم الأمريكي المستمر لهذه الجرائم، وأيضا الصمت العربي المطبق الذي يقابل هذه الجرائم. والذي يقول هؤلاء المتظاهرون هنا في مدينة تعز أن صمت الحكام العرب والدول العربية هو من شجع الكيان الصهيوني للاستمرار في هذه المجازر. هؤلاء اليوم يقولون بأن مدينة تعز المحاصرة من الحوثيين تعيش نفس الحرب والحصار الذي تعيشه غزة من الاحتلال الإسرائيلي. يطالبون اليوم هؤلاء أيضا ميليشيا الحوثي بفك الحصار عن أهالي هذه المدينة مدينة تعز قبل المطالبة بفك الحصار عن قطاع غزة. هم يحملون ميليشيا الحوثي نتيجة الجرائم المستمرة بحق الأهالي هنا في مدينة تعز جراء القصف والحصار المستمرين على هذه المدينة، وأيضا ينددون باستمرار الكيان الصهيوني بارتكاب الجرائم المستمرة بحق أهالي قطاع غزة. اليوم يؤكد هؤلاء دعمهم لأهالي قطاع غزة ويطالبون بفك الحدود للمشاركة مع المقاومة الفلسطينية ولدحر الكيان الصهيوني من قطاع غزة، وأيضا لنصرة أهالي قطاع غزة وتقديم المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع الذي يعاني من تجويع بسبب صمت الحكام العرب. أبو عبد الحاني من شباب تعز.